بعد أن انتهينا من نسب مؤشرات النشاط ننتقل إلى نسب المديونية، ونسب المديونية بذات الأهمية فيما يتعلق بغيرها من النسب، وتسمى أيضا نسب رأس المال، وهناك من يطلق عليها نسب الرفع المالي. وهذه النسب، نسب المديونية، تعتبر ذات أهمية كبيرة، لأنه اللي يهمنا دائما في الإدارة المالية ليس فقط توافر مال فيما يخص السيولة أو مدى إمكانية تحقق أرباح، لكن ربما تكون لدي سيولة وأحقق أرباح وأنا متحمل بإيش؟ وأنا متحمل بمديونية. ففي هذه الحالة لابد من الإيش؟ لابد من الاهتمام بالمديونية، وعلى الأخص الديون طويلة الإيش؟ طويلة الأجل. قصيرة الأجل بإمكان أننا أسددها في إما إعادة جدولة أو أننا أسددها بجزء من العملية التشغيلية فيما يتعلق بالاستثمارات قصيرة الأجل المتمثلة في تشغيل الموجودات المتداولة. كمان ما مدى مساهمة المديونية طويلة الأجل في تكوين رأس المال؟ نحن نعلم أنه رأس المال يتكون فيما يتعلق برأس المال أو ما يسموه هيكل رأس المال. عندي هيكل رأس المال إما أن يكون ممتلك أو يكون مقترض. الممتلك يتركز في حقوق الملكية، والمقترض يتركز بجانبي، إما أن يكون اقتراض على هيئة مثلا شراء بضاعة بالآجل وتسمى أوراق دفع أو يسموه دائنون، أو أننا اقترض قروض مصرفية مثلا. والقروض المصرفية إما أن تكون قصيرة الأجل أو أن تكون طويلة الأجل. هنا كمان من ضمن الجانب المقترض، في حالة ما إذا قامت الشركة مثلا بإصدار سندات، معروف أن السندات تعتبر من الديون طويلة ليش؟ طويلة الأجل، وبالتالي لابد من ليش؟ لابد من احتسابها باعتبارها قروض أو باعتبارها تمويل طويل الأجل. هنا كمان من ضمن بعض الكتاب يعتبر من أنه رأس المال قد يكون إما داخلي، بعض الكتاب من يقسم هيكل رأس المال داخلي وكذلك ماله خارجي. الداخلي التركيز فيه زي ما هنا على حقوق ليش؟ حقوق الملكية، ونحن نعلم أن حقوق الملكية بالنسبة لنا هنا حقوق الملكية هو يتجزأ إلى عدة ثلاثة أجزاء أو ثلاثة متغيرات أو بنود، إما أن يكون رأس مال مدفوع وهذا عن طريق إصدار أسهم للاكتتاب، أو عن طريق الاحتياطيات تكوين مخصصات فيما يخص بالاحتياطيات، أو أن يكون فيما يتعلق بالأرباح المحتجزة. فمن خلال الأرباح المحققة أنا أحتجز إيش؟ أحتجز جزء. هذا الاحتجاز نسميه نحن الأرباح المحتجزة، أو يطلق عليه مصادر التمويل الذاتي. هنا كما أنه عندنا بالنسبة للنسب، النسب التي يتم استخدامها نسب المديونية، قد يكون عندنا إما نسب الديون طويلة الأجل لحقوق الملكية كالمؤشر الأول، أو فيما يتعلق بالمؤشر الثاني اللي هو نأخذ نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الموجودات. نأتي هنا إلى هذا المؤشر. التركيز دائما أن الديون طويلة الأجل يكون المعول على تسديدها هي من حقوق ليش؟ من حقوق الملكية. يعني بمعنى آخر، أنا إذا ذهبت للاقتراض مثلا من بنك من البنوك وأخذت قرض طويل الأجل، أول ما يشوف البنك يشوف حقوق الملكية عندي. إذا كان حقوق الملكية نسبة مساهمتها في تغطية الديون طويلة الأجل، هناك إمكانية أن تغطي الالتزامات طويلة الأجل، هنا يكون البنك ماله؟ يكون البنك يعطينا القرض. لكن لما يشوف أنه نسبة حقوق الملكية إلى الديون طويلة الأجل ليست بذات ليش؟ بذات المقدار الذي يعطيه طمأنينة أكبر، في هذه الحالة يحجم عن منح القرض طويل الأجل. وكمان دائما التركيز أن حقوق الملكية وخاصة بالنسبة للشكل القانوني للشركات، نجد من أن الشركات التضامنية يتعدى سداد الدين مش فقط حقوق الملكية في داخل الشركة، كمان ما يمتلكه الشريك المتضامن من حقوقه الخاصة بما يمكنه من الوفاء بالديون طويلة ليش؟ طويلة الأجل.
من خلال المعطيات المتوافرة لدينا في مثالنا الشامل لمؤشرات المؤشرات المالية أو التحليل المالي، نجد أن الديون طويلة الأجل تركزت في جانبين، في الميزانية، في القروض طويلة الأجل وفي السندات. وهنا أو إجمالي المطلوبات الثابتة تسمى بشكل إيش؟ بشكل إجمالي. عندي أنا 9000 قروض طويلة الأجل و20000 سندات، الإجمالي بالنسبة لها 26000، حقوق الملكية هي تمثل 60000، إذن نسبة مساهمة حقوق الملكية في تغطية الالتزامات طويلة الأجل متمثلة بالديون طويلة الأجل أضربها في نسبة مئوية في 100 عفوا حتى تعطينا نسبة مئوية، نجد أن الشركة تعول في الديون طويلة الأجل نسبتها إلى نسبة إلى حقوق الملكية 43%. إذا 43.3% اللي هي نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية. في هذه الحالة نلاحظ من أن الشركة تعول كمان في تمويل استثماراتها فيما يتعلق بالديون إجمالي الديون الأخرى، لأنه عندي أنا هنا لما يقول لي الديون طويلة الأجل فقط تركزت في حقوق ليش؟ في حقوق الملكية. لكن هل تمويل الموجودات سيتم فقط في الديون طويلة الأجل؟ لا، أكيد أنه هناك سيكون تمويلات أخرى. وبالتالي هنا نلاحظ أن هذا المؤشر ممكن قياسه إلى جانب مؤشر آخر. ما هو هذا المؤشر؟ إننا أنا أجي أشوف كم نسبة التمويلات الأخرى لقصيرة ليش؟ تمويل قصير الأجل، عشان أشوف كم نسبته، وبالذات في الموجودات نسبته إلى الموجودات المتداولة. ليش؟ لأنه أنا لما أجي أمول الموجودات المتداولة دائما أمولها بتمويلات قصيرة ليش؟ تمويلات قصيرة الأجل. إذن التمويلات القصيرة الأجل لابد أن توجه إلى الموجودات المتداولة، والتمويلات طويلة الأجل للديون طويلة الأجل توجه إلى الموجودات الثابتة، انطلاقا من قاعدة مالية تسمى قاعدة تزامن الأجل. إنك أنت يفضل أن تكون التمويلات قصيرة الأجل تفي بإيش؟ تمول بها استثمارات قصيرة الأجل متمثلة بالموجودات المتداولة، وأن التمويلات طويلة الأجل اللي هي المتمثلة بالديون طويلة الأجل لابد أن توجه في استثمارات طويلة الأجل. وبالتالي التركيز في هذا المؤشر على أن الديون طويلة الأجل تستوفى من حقوق ليش؟ من حقوق الملكية. وبعض الكتاب يضيف إلى هذا المقام هنا يضيف الموجودات الثابتة، يقول لك هنا هل الموجودات الثابتة المتوافرة لدى المنشأة بالإمكان مع حقوق الملكية أن تكون ضامن لسداد الديون طويلة الأجل أم لا؟ وبالتالي وليس فقط إجمالي الموجودات ليش؟ الثابتة على علاتها، وإنما ينظر إلى نوعية الموجودات الثابتة من حيث نوعيتها، من حيث متانتها، من حيث كم عمر مر عليها افتراضي. قد تكون الموجودات الثابتة في نهاية العمر الافتراضي أو العمر الإنتاجي، وبالتالي تصبح كهنة أو خردة، وأنا أعول عليها في مسألة أنها بالإمكان إعادة بيعها بالإضافة إلى ما لدي من حقوق الملكية للوفاء ما عليه من التزامات طويلة ليش؟ الأجل. ولهذا دائما الجهات المقرضة تشكل لجان لدراسة الموجودات، وخاصة إذا كان الدين طويل الأجل، لدراسة نوعية الموجودات الثابتة ومدى إمكانية أن تكون تلك الموجودات بحالة جيدة بما يمكنها بالإضافة إلى حقوق الملكية المتوافرة لدى المنظمة من سداد ما عليها من ديون طويلة الأجل.